النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. LG المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم. ارتفعت درجات الحرارة اليوم بشكل لافت وباختلاف كلي عما كانت عليه الأجواء يوم الأربعاء. وصلت تقريبا درجات الحرارة إلى حول 30 درجة مئوية في بعض المناطق، وهي تقريبا قريبة من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. تكاثرت بعض السحب والغيوم على ارتفاعات مختلفة مع ساعات ما بعد ظهر هذا اليوم. سنتوقف الآن عند خرائط الضغط الجوي والتي تشير إلى تزايد تأثر المملكة بما يسمى بامتداد لمنخفض البحر أحمر. هذا المنخفض يتوقع أن يزداد تأثيره يوم الجمعة ويتعمق حتى يوم السبت في المناطق الشرقية من المملكة، وهو مترافق كما سنلاحظ الآن مع اندفاع تدريجي لكتلة هوائية حارة نسبيا قادمة من شبه الجزيرة العربية. إذا هذه الأحوال الجوية كانت اليوم، وهذه الكتلة الهوائية الحارة هكذا كان شكلها. اللون الأصفر يعني درجات حرارة أقل من المعدلات وكتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل. اللون الأحمر الداكن الكتلة الهوائية الحارة. اللون الأحمر وما بين الأحمر الأصفر هو درجات الحرارة الاعتيادية. كما نلاحظ بدء اندفاع هذه الكتلة الهوائية الحارة نسبيا قادمة من شبه الجزيرة العربية. هذه أحوال جوية متوقعة غدا يوم الجمعة وتندفع أكثر يوم السبت، وهي مرافقة لتعمق لهذا المنخفض الجوي أو منخفض البحر الأحمر الذي هو بالمناسبة منخفض يتمركز في معظم أيام السنة فوق البحر الأحمر، ولا يمتد إلا في فصلي الربيع والخريف إلى الشمال، وهو متأخر بعض الشيء في هذا الوقت، ولكن الظروف الجوية والأنماط الجوية أصلا هذا العام متأخرة بشكل عام. توقعات وجود تصادف لكتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا يومي الخميس والجمعة. هذه خرائط يوم الخميس، وجود كتلة هوائية باردة في المنطقة الشرقية للبحر المتوسط ولكن على ارتفاعات عالية، وتعبر المملكة يوم الجمعة. كما نلاحظ هذه الألوان تعني انخفاض درجات الحرارة يوم الخميس والجمعة في طبقات الجو العليا وتتراجع يوم السبت. كما نلاحظ الألوان اختفت يوم السبت. وجود وتصادف هاتين الكتلتين، أخرى حارة في طبقات الجو السفلى وأخرى باردة في طبقات الجو العليا، سيعمل بمشيئة الله تعالى على تشكل حالة من عدم الاستقرار الجوي في بعض مناطق المملكة، سنستعرضها بعد قليل. إذا هذه الأحوال الجوية المتوقعة مع ساعات مساء كانت اليوم الخميس، مع ساعات هذه الليلة يتوقع أن تكون الفرصة مهيئة لتساقط زخات محلية من الأمطار في أجزاء عشوائية من المملكة، سيما في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة على وجه الخصوص. هذه الزخات المحلية من الأمطار لا يستبعد أن تكون أحيانا مترافقة مع حدوث الرعد، وكما ليس بد أن تكون غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة. مع دخولنا في ساعات الليل المتأخر يتوقع أن تمتد فرصة هطول الزخات الرعدية للأمطار حتى إلى المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وحتى مع ساعات صباح يوم غد الجمعة. فبالتالي هذه الليلة، ليلة الخميس على الجمعة، تكون الفرصة مهيئة لأن تشهد بعض المناطق زخات محلية من الأمطار في مناطق عشوائية من المملكة لا يستبعد أن تكون غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة، كما ولا يستبعد أن تترافق أحيانا مع حدوث الرعد والبرق. وطبعا الزخات المحلية وحالات عدم الاستقرار تتميز بعدم الشمولية، أي أننا قد نسمع ببعض المناطق تتعرض لأمطار غزيرة وأخرى قريبة لا يوجد بها أي شيء، وهذه سمات حالة عدم استقرار الجوي تتأثر بها مناطقنا. غدا الجمعة يتوقع أن تبقى الفرصة في ساعات الصباح مهيئة لزخات محلية رعدية من الأمطار في المنطقتين الشمالية والوسطى وبعض المناطق الجنوبية، ولكن مع ساعات ما بعد الظهر والعصر تتركز هذه الأمطار في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة على وجه التحديد وخاصة في مناطق البادية، وتتراجع تأثير أو تتراجع تأثير حالات عدم استقرار الجوي على المناطق الشمالية والوسطى. عودة للأجواء هذه الليلة، بشكل عام هذه الليلة يكون الطقس دافئا بالرغم من وجود فرص الأمطار الرعدية كما تلاحظون بما فيها العاصمة عمان. أجواء ستكون غائمة جزئيا مع ظهور كميات كبيرة من السحب المتوسطة والعالية، وتكون الفرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله تعالى في نطاقات جغرافية ضيقة قد تكون بها غزيرة. درجة حرارة الصغرى 19 درجة مئوية. طبعا طبيعة هذه الزخات تحتم علينا الانتباه من خطر جريان الأودية في بعض المناطق وتشكل السيول، وبالتالي يجب علينا
علينا الانتباه لسيما في سكان والقاطنين في مناطق منخفضة من الابتعاد عن مجاري الأودية في ظل هذه الظروف. غدا الجمعة يتوقع نطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليسود طقس غدا تقريبا حارا نسبيا في أغلب مناطق المملكة بمشيئة الله تعالى، مع استمرار في ظهور كميات من السحب والغيوم المتوسطة والعالية. تبقى الفرصة مهيئة سيما في ساعات الصباح لهطول زخات محلية من الأمطار قد تترافق مع حدوث الرعد، وتتركز الفرصة مع ساعات العصر والمساء في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة. نستعرض معكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا والصغرى في محافظات المملكة. نبدأها من إربد شمال من 30 إلى 19 مع فرصة لأمطار رعدية في ساعات الصباح، في جرش من 31 إلى 20، في عجلون من 27 إلى 18، وفي المفرق من 32 إلى 20. وتقريبا تتشابه جميع هذه المناطق بأنها ستتعرض لاحتمالية هطول أمطار رعدية هذه الليلة وساعات صباح يوم غدا. كذلك الأمر هو في العاصمة عمان من 30 إلى 20، في السلط من 30 إلى 20، في مأدب من 31 إلى 18، وفي الزرقاء من 32 إلى 21. أما في البحر الميت فترتفع إلى 36 درجة مئوية في ساعات النهار، وتنخفض ليلا إلى 24 درجة مئوية، مع التذكير أن هذه الحرارات درجات الحرارة الصغرى هي ليلة الجمعة على السبت. بالنسبة للكرك من 27 إلى 17، في الطفيلة من 27 إلى 18، في معان من 32 إلى 19، في جبال الشراء من 25 إلى 18، وجميع هذه المناطق تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات محلية رعدية من أمطار هذه الليلة وفي ساعات صباح يوم غدا. تبقى الفرصة أكثر موجودة مع ساعات العصر والمساء في مناطق البادية الجنوبية على وجه التحديد. في خليج العقبة تكون الفرصة مهيئة هذه الليلة لهطول زخات محلية رعدية من الأمطار، تتراجع الفرصة في ساعات نهار يوم غدا، وترتفع العظمى غدا إلى 37 درجة مئوية، وتنخفض الصغرى إلى 23 درجة مئوية. المناطق الشرقية بشكل عام تبقى فرصة مهيئة بها للأمطار الرعدية طوال ساعات نهار يوم غد، ترتفع في الرويشد من 34 إلى 22، في الصفاوي من 36 إلى 22، كذلك الأمر هو في مدينة الأزرق. انتقال إلى توقعات الأحوال الجوية متوقع خلال ثلاثة أيام القادمة. غدا إذا الجمعة تبقى الفرصة مهيئة لبعض الأمطار الرعدية، تكون العظمى 30 الصغرى 20، ارتفاع آخر متوقع درجات الحرارة يوم السبت مع أجواء تقريبا حارة نسبيا في بعض المناطق، العظمى 31 الصغرى 21. يوم السبت يتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الشرقية مسببة يعني حدوث بعض الموجات الغبارية في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة. أما يوم الأحد فيزداد ويتعمق تأثير منخفض البحر الأحمر مما يؤدي إلى نشاط كبير في سرعة الرياح الجنوبية الشرقية، والتي ستعمل بدورة على إثارة الأتربة والرمال وحدوث الموجات الغبارية في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من المملكة بما فيها العاصمة عمان. وبالتالي يتوقع أن يكون طقس مغبر يوم الأحد مع درجة حرارة عظمى 31 درجة مئوية، وتكون الصغرى 22 درجة مع ظهور بعض السحب المتوسطة والعالية. إذا هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. بسبب هذه الأحوال الجوية غير المستقرة ندعوكم إلى تحميل تطبيق طقس العرب أو زيارة موقعنا الإلكتروني ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية، وأيضا يمكنكم متابعتنا على منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وتويتر والإنستغرام. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.